السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم بتاتا تايلاند، بكل عام وانتم بخير. طبعا ده الدوت كوم، نعمل لكم فيديو كده، قلنا نعمل لكم فيديو من الدوت كوم. طبعا ده الدور الارضي، كل عارف ده الدور الارضي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرفع الوباء والبلاء. How are you? طبعا السلام عليكم. لا انا عارف، لا انا عمري ما بصور الا اذا انا عارف، لا انا ما بصورش الا اذا استاذنت. هو بيهزر معاك. انا عارف، انا من عادتي ان انا ما احبش اصور حد الا لما استاذنه. اصورك بقى؟ لا والله معاك، هتظهر على اليوتيوب. لا انا بقول لك، انا بقول لك ليه؟ انا بقول ليه؟ يلا حبيبي، السلام على النبي، الله يكرمك حبيبي، كل سنه وانت طيب. هو اخوه عرف بيضحكوا معايا يعني، فبقول له لا انا بستأذن قبل ما اصور، فبقول لي انا بهزر معاك. طبعا زي ما انتم شايفين ده الدوت كوم، ما هو الادب والذوق كده، انت ما تصورش حد يعني عشان انت تصور وتعمل فيديو تقوم تعمل مشاكل لناس، انت تاكل المشاكل ايه؟ غلط. فمن الذوق والادب. هاو ار يو ماي فريند؟ يوتيوب؟ لا اوكي مي فينيش اند اي كم يو مي اند يو سبيك بيبول ليسن 2 مينيت مي كم باك يو 2 مينيت. هو بيسالني في حاجه، فطبعا انت هتسمعونا احنا بنقول في ايه. انا بقول له دقيقتين اتنين بس. طبعا ده الشارع الثاني، الشارع الرئيسي قدام كده الفان شيب، مع الشمال كده مكان ما العربيات دخلت السوق. طبعا انتوا عارفين كلكم، وده طبعا البنك بتاع كيسكم بنك اللي هو قصاد الدوت كوم. طبعا احنا عندنا خلاص المغرب على الابواب. طبعا كان عندنا شويه امطار حلوين يعني، شايفين الميه هي كانت على كالعاده يعني، متعودين على المطر يعني. طبعا مش هنطول عليكم، انتظرونا في الحلقات اللي بعدها ان شاء الله. تحياتي لكم من بتايا تايلاند، سيد المصري، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.